اسف اسف يا اختي، بساعدك بشي؟ قومي يا اختي قومي، اساعدك اساعدك. عفوا عفوا. شو هربانة هاي؟ ما حدا عم بيلحقها. خليني اروح وراها اشوف شو قصتها، في شي غريب. خير يا اختي؟ فيك شي؟ فيني ساعدك بشي؟ لا ما بدي شي، ليش لاحقني انت؟ روح من هون. لا يا اختي، بس انا شفتك مستعجلة وراقدة، قلت اكيد لازم شي مساعدة. لا تخافي يا اختي، اعتبريني اخوكي، شو بدك بساعدك وبخدمك؟ ما بدي اعتبرك اخي، لانه انا اصلا هرباني من اخي واهلي كلهم. لا هذا الحكي ما بيصير يا اختي، معقول في بنت مثلك مربية ومحشمة وتهرب من أهلها؟ لما أهلها يكونوا بخافوا الله ما رح تهرب منهم. طيب يا أختي احكيلي شو المشكلة، ليش هرباني منهم؟ مين أنت لأحكي لك؟ لو سمحت روح من هون. وقفي يا أختي، ما رح أسمح لك تروحي، إذا ما بتحكي لي هلأ رح بشتكي عليك وبخبر أهلك عنك. لا كل شيء إلا أهلي كرمال الله يا أخي، لا تكون ظالم مثلهم. لك انت بدك تجننيني، في اهل ظالمين، في اهل بيظلموا بنتهم، وين رايحه بحالك انت هلا وين؟ يا اخي رح احكي لك كل شيء ورح اقول لك ليش انا هرباني من اهلي. طيب يا اختي احكي، واذا كان معك حق بوعدك رح ساعدك، احكي. اول شيء يا اخي انا امي وابي متوفيين وعندي اخوي اثنين، واذا واحد ختيار بده يشتريني منه بدهم يزوجوني لإله غصب عني، كرمال شو؟ كرمال الفلوس. عم بقول لك بدك تقبلي في غصب عني، عم تفهمي ولا لا؟ الزلمة دفع المصاري، عطانا كل واحد 10,000 ليقولوا مشان نقنعك تتزوجي، نحن ما بدنا نقعد نقنعك، بدك تتزوجي غصب عنك، فهماني ولا لا؟ احكي لها عن أبو المصاري اللي بدكم تبيعوني كرمالها. نحن ما بنبيعك، بس الزلمة غني وبيعطينا مصاري بنقول لا، وبعدين احنا بنستر عليكي، شو بدك تضلي ملقاحة وشنا؟ اخر شو اول شي رح تتزوجي؟ وبالاخر مالك غير بيت زوجك، عم تفهمي ولا لا؟ نحن مالنا مجبورين فيكي، نسواننا مالنا مجبورين فيكي، فهمتي ولا لا؟ خلص انقلعي تزوجي وعيشي حياتك. خلصينا. نعم اتضربك. وين 10,000 تمام؟ 85 كذا. عم تفهمي؟ لا تخجلي قدامه، بكرة الصبح الزلمة جاي ياخدك، يلا روحي ضبي اغراضك. لك يلا تحركي. امرك امرك. نعمة والله العظيم يا زلمة نخلص منه ولو بس بندوق هذا نستفيد منه كتير. ايه ايه بكرة بندوق حتى نطلب منه 10 تانية ولو بيعطي قولي اعطي اختنا اشبع. نحن ما عم نعمل شي غلط، عم نستر على اختنا. ايه والله بالعكس، لسه بنكسب فيها ثواب وبنكسب فيها مصاري. عي يا ريحة المصاري. الحمد لله نايمين، هلا صار وقت اني اهرب. شو انهم قليلين شرف؟ بعتذر عن هذا الكلام، بس في حدا ببيع اخته؟ ايه والله يا اخي هاي كل القصة. هلق انت لو كنت مكاني شو كنت بتعمل؟ طيب انا بعرف كيف اتصرف معه، دواهن عندي. طيب خديني لعندن على البيت هلا، امشي معي نشوف. لك انت شو عم تحكي؟ بدك ترجعني لعندن؟ لك والله بيذبحوني، بقتل حالي وما برجع لعندن. لا يا اختي لا، لا تخافي انا معك وما رح يصير لك شيء، وانا عندي خطة بعرف كيف اتصرف، امشي معي لقلك. طيب فهمني شو رح نعمل؟ حلق بالطريق، بفهمك كل شو بعلمك بالحرف شو رح نعمل، مشي معي. هذا البيت، بس أنا كثير خايف. أنا لا تأكل. يلا جيدك جيدك. مين؟ السلام عليكم. يا حقيرة بتهربي من البيت وبترجعي؟ والله لا أذبحك لا أشرب من دمك. والله ما بتمد إيدك عليها وأنا موجود، جا
رجعنا هون ولك. وانت مين لحد تتدخل بيناتنا انا واختي؟ انا لا من هون احسن ما بترفيك انت كمان. ها بعد قدامي. مين قال لك انا مالي علاقه فيها؟ انت بتعرف مين بكون انا؟ مين رح تكون؟ لك مين ما كنت تكون؟ ما بحق لك تتدخل بيني وبين اختي. هاي اختي هربت من البيت، لو كانت اختك شو كنت بتعمل؟ والله لا اذبحك لو نجيب الدنيا كلها قدامك. والله ما حدا بمد ايده عليها وانا عايش ولك. لك انا جوزها ولك، عم تفهم ولا لا؟ هذا جوزك؟ يعني انت متجوزة؟ ايه هاد زوجي. احسن ما تروح تزوجني وتبيعني لواحد ختيار. فعلا انك بلا شرف. لك معقول انت تروح تبيع اختك مشان مصاري؟ لك مصاري واخسخ الدنيا ولك. لا مو مشان مصاري، هاي كذابة عم تكذب. انا اختي قلت بدي استر عليها، بالاول والاخر ما لها غير بيت جوزها. خير خير شوفي شو الصوت هاي. لك هي انت اللي عايبة؟ لك رجعتي جيتي؟ هدي دخلي لها جوا، دخلي لها جوا، شو عم تعمل انت وليك؟ خلص ما عاد فيك سلطة عليها او تحكي معها. ليش؟ شوفي ليش؟ تزوجها. هذا صار زوجها. مين هاد؟ هذا مين لحتى يتزوج؟ اخذ اذن مين؟ خلص سترت البنت ايفا، ما عاد لنا علاقة فيها. ايوه انت هلا صرت تفهم وتعرف تحكي. على كل حال انا راح اخذ مرتي وروح. بس صرتوا بني ادم تعلم ناس ولاد احنا بنشد ظهر فيكم، راح اجي زوركم. ماشي ماشي سلام. لحظة اختي. انا اسف، حقك علي، سامحيني اني ظلمتك. سامحتك يا اخي، سامحتك. خليلي ياكي اختي، بدي ياكي ما تنسي انه هذا بيت اهلك واخواتك، وشو ما صار معك رح نكون سند لك. نحن غلطنا ومنك السماح. وانا يا اختي بعتذر منك، سامحيني. وبيت بيت اهلك ايمن ما بتحبي بتيجي عليها. وانت اختي بامانتك دير بالك عليها. طبعا اكيد رح ادير بالي عليها واكثر منكم. الله يخلي لي يا أبا، إن شاء الله رح زوركم. شكراً إلك يا أخي، والله فضلت علي. أول شيء أنا مو أخوك. ثاني شيء بعد ما عرفت أخواتك وعرفت الحقيقة وعرفت انك ما عم تكذبي كلتي، انا مستعد اطلب ايدك ونكمل الكذبه اللي كذبناها. كذبه؟ لا، راح اتجوزك هلا على سنه الله ورسوله. ماشي نروح نكتب الكتاب. اتمنى يكون عجبكم القصه، لا تنسوا تعملوا لنا متابعه على الصفحه وتكتبوا بالتعليقات ما شاء الله وتحطوا لايك للفيديو.